نعم، كجاوب على السؤال يمكن هو طرح السؤال في حد ذاته كينم على أنه هناك غياب لثقافة التبرع بالدم وغياب ثقافة تفكيف الآخر. المفروض السؤال خصو يكون تطرح بطريقة أخرى. السؤال خصو تطرح واش هناك من يحتاج إلى الدم. السؤال خصو تطرح واش المراكز الجهوية لتحقق الدم عندها مخزون كافي اللي يمكن لها تستجيب لجميع الحالات المستعصية التي تحتاج إلى الدم. هذا هو السؤال الأصيل، السؤال الذي تطرح. بيع الدم أنا أسميه ذلك المانع الوهمي اللي يمكنش واحد يتخبع عمره أبغي يتبرع يقول الدم كيتباع. علاش مانع وهمي؟ لأنه حاليا ما يؤدى مقابل نقل الدم هو ماشي مقابل الدم متبرع به، أن الدم متبرع به كما الدخمة لا تباع ولا تشترى، ولكن مقابل التحاليل التي تجرى على دم متبرع به واللي من خلالها كنتأكدوا من الصلاحية ومن السلامة ذلك الدم. الدم كيتعطى للمريض حتى كتجرى عليه التحاليل، والتحاليل عندها تكلفة. هذا غير مثال، حنا كنعملوا تحليل هيباتيت سي، السيدا والسيفيليس. نعطيك غير من أجل المقارنة، التحليله ديال السيدا كتجرى في البريفي 250 درهم، التحليله ديال ليباتيت سي 300 درهم، التحليله ديال ليباتيت بي 200 درهم، التحليله ديال السيفيليس 50 درهم. شحال وصلنا دابا حنا؟ راه وصلنا 100 درهم. التحاليل اللي كنجريوها حنايا كنقام علينا حنا في المراكز الجهويه بين 600 درهم و 1000 درهم. خلاصه الكلام ان سلامة الدم عندها ثمن. الثمن شكون اللي كيأديه؟ المسألة المنظومة في المغرب عندنا واضحة. إما المريض عنده لاميتيوال، لاميتيوال كتخلص عليه كل شيء. المريض ما عندوش، عنده لاكارت ديال الرميد، الدولة كتخلص عليه. المريض اللي لاباس عليه، ناس كلينيك بريفي، تيخلص الشيروجيان، تيخلص لا غيانيماسيون، تيخلص تحاليل. ولا بدي خلص تحاليل ديال اللي كتجرى على الدم اللي غادي نقيل إليه. نقطة مهمة، وهذا خطاب غير دوزو الناس اللي كيمتنعوا على التبرع بالدم بحكم هذا المنع الوهمي أن الدم يباع. يعاقب من عندما يمتنع عن التبرع بالدم؟ يعاقب مركز؟ حنا وسيطة، حنا نجمعوا الدم وتنطيوه. يعاقب من؟ سمع بلو أنه يعاقب ذلك المريض المظلوم اللي لا ذنب له. فإلا ما تبرعش هذا وهذا 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 شنو هي النتيجة؟ مخزون الدم غادي يقعد. وشنو هي النتيجة؟ الناس غيموتوا. من المسؤول؟ فيكون هذا البعد سيكون حاضر. كل من يقول أنه لا يتبرع لأن الدم يباع يكون حاضر في الدين ديالو أنه يساهم بطريقة أو بأخرى في هلاك حياة الإنسان.